وازيكم يا جماعة في فيديو جديد وحلقة جديدة. طبعا النهاردة رجعنا تاني اخيرا بعد يعني قطعة طويلة جدا عن لعبة ارك، فاحنا النهاردة رجعنا لكم في الحلقة الاولى من سلسلة جديدة ان شاء الله هنبدأها مع بعض. ده هنبدأ النهاردة سلسلة جديدة مع بعض يا جماعة. اهو النهاردة طبعا هنبدأ بداية جديدة مع بعض، هنبدأ سلسلة جديدة، بداية جديدة على جديد خالص، بس دي المرة دي هنبدأ السلسلة ديت من على البي سي. فان شاء الله كده تعالوا ايه ناخد البوزيشن اللي احنا عليه متعودين ننزل فيه. هو انهار بينا، هو ده المكان الرسمي بتاعنا. يلا كريت نيو سرفايفل نسميه الاسم بتاعنا الرسمي. لا ماشي، لا ثواني بس كريت نيو ماشي، ما كان محدش يشوفني كريت نيو سرفايفل ماشي. وبدأنا يا جماعة بداية جديدة وسلسلة جديدة من الصفر، فيعني يلا ان شاء الله. ده طبعا العالم بتاع الارك موبايل، بس احنا هنختم اللعبة هنا، يعني هنقتل كل البوس فايتس بتوع العالم دوت عشان نبدا في البوس فايت اللي بعده. طيب انا ملاحظه ان في لبس فني، لان انا لما ما نحل هذه المشكله دي احنا طب يا جماعه احنا رجعنا لكم تاني بعد ما صلحنا الخطا الفني والحمد لله عملنا ريسبون هنا تاني. طيب ده موقعنا الرسمي اللي انا حافظه يعني كويس جدا، فخلينا نلود كده على السريع. هات لي كام طوبه دولت. ثانية واحدة لكم تاني، فيلا بينا نكمل عمليتنا احنا. يلا هات يا ابني الشجر ده. انا طبعا عدلت على اداة السيرفر عشان يعني نظبط الموارد عشان ننجز في اللعبة عشان ما نطولش يعني. طبعا ثانية واحدة. طب يا جماعة رجعت لكم تاني، معلش بس ايه حصلت مشكلة. طب يا جماعة بخصوص يعني اللي هيحصل في الايام الجاية، انا اسف جدا ان انا اتأخرت، بس شهر 2 كله مش هقدر انزل فيه ولا فيديو او مش هبقى موجود اصلا لان في امتحانات وكده، فعشان كده مش هقدر انزل. فالحلقه الجايه من اللعبه ديت هتبقى ان شاء الله في شهر 3 او اول ما اخلص امتحانات عامه، فانا امتحاناتي في شهر 2، فهنشوف بقى هنعمل ايه. يعني اول ما اخلص امتحاناتي ان شاء الله هنرجع لكم تاني رجعه قويه كده. هكسر لك شويه شجر، ندوس بقى كلمه تاب. اول حاجه هنصنعها هو الاكس. طبعا الحاجات دي كلها مش عارف وانا ازاي متعلم كل ده. ثانيه واحده، طب ما هي مقفوله يا امال، في انا باص حاجه في اداه السيرفر ولا هي كل دي مودات انا حاططها؟ يمكن عشان هي مودات يعني. معلش اصل دي مودات يا جماعه. ف مؤاخذه انا سامع صوت ديناصور بتفشخ، ما عندناش دعوه. هات لي يا ابني الاكس دوت هنا، انا صنعت اكسين الله ينور عليك يا علي. صنع لي بقى ماشي، صنع لي اللبس ده حلو. لقينا لبس ببلاش اهو. انا برضو مش عارف انا اتعلمت الحاجات دي امتى، بس هو يعني كده بقى هنعمل ايه عشان حطيت كذا مود للعبه، عشان ايه زي مود اللي بيشيل الديناصورات كذا مود يعني، هنبقى نشرحه لكم في فيديو. البس ماشي يلا. كسر الشجره، يا نهار ابيض كوريالا يا حرامي يا ميتين. سرق ايه؟ ما سرقش حاجة؟ ولا انا رجعت؟ والله ما فاكر كان سرق ايه، مش مهم. عايزين نصنع اكس، عايزين واحدة فلنت. فلنت يبقى محتاجين طوب، يعني ممكن نجيب طوب بسرعة. بصوا يا جماعه انا هقص لكم الهبل ده كله، لان دوت انتوا كده عارفينه بتاع تكسير الطوب والحاجات ديت،
فانا ايه هرجع لكم تاني اول ما اكسر كل الحاجات ديت وخلص الحاجات دي كلها. طب يا جماعه انا رجعت لكم تاني بعد كده ايه ما جهزت نفسي ودلعت نفسي وصنعت لي شويه حاجات وصنعت لي كام فاير هنا عشان نروح نقعد في المكان بتاعنا، وهنا عملت لي كام سلاح وظبطت نفسي، وده المدخل للمكان اللي احنا دايما كنا بنعيش فيه واللي انتوا طبعا اكيد فاكرينه. فنقول بسم الله ان انا فاكر ان بيبقى في دايما هنا رابترز كتير فشخ، فنطلع هنا. انا هفضل ماسك في ايدي البوله احتياطا لاي كائن قليل الادب زي شويه الدبان دولت هيفيدونا. هاتهم. لا بس هبدا الاسبوع رقم ده. لا مش انت. احنا معانا كام كايتين كده ولا كام كيراتين ده مش عارف اسمه ايه. كايتين اسمه كايتين لا مؤاخذة. طيب نقول بسم الله وندوس رقم 4 تاني لان انا بقلق من هذه المناطق الع... اه ف تعالوا كده من هدوء. اثبت مكانك يا حبيبي. اجري يابا. انا الان الحمد لله. احنا هنا كام؟ ويعني دوس رقم زيرو. كل بالهنا والشفا. يخرب بيت ام التوتر. انا اصلا بقلق من الرابتر ده بالذات، واحنا كلنا بنقلق منه اصلا. زدنا ليفلين. زود لي واحد في الهيلث. لا واحد في الويت، مش واحد في الويت عشان بس نخلص الويت بتاعنا على الاخر. بقى كل اللي معاك معاك تاني. تي 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 هات كله، هات كله، اقول لك هات كله بجد. دوس رقم 4. خلينا ماشيين بالبوله دي اهم حاجه. لا مؤاخذه لا مؤاخذه. زدنا ليفل تاني. موفمنت سبيد بقى عشان نطير كده. اهو مكاننا الرسمي اهو. ايوه هو ده المكان. تعال بقى ده في حته اديني سكرين شوت هموت واخدها. الله بقى سكرين شوت تانيه كده قدامي. الله صلى لي بقى لما اخذك يا جماعه. انا كنت بس باخد كام سكرين عشان الفيديو، عشان صوره الفيديو بقى يا جماعه ما يصحش. ايوه كده، ما انا برضو لازم انا اجيب لكم. بص الرابتر ابن اللذينه، بطل تقل لي ادبك يالا. انا جاي لك بس بصنع كام بوله بس من باب الاحتياط لاقي 5 رابتر. ما والله شكلها حلو. هو فين؟ مش وقت دبان، قلت لك مش وقت دبان. يا لا وعلى ده دبان بقى. تعالى خلصني خلصني. صح ده الكائن بتاع اللي. يا رب انتوا بتخدوني ليه يا جماعه؟ رقم 4 بسرعة. هو فين؟ قفش. ايه ده؟ والبس يا حبيبي. ادوس رقم 5 بسرعة وهيت شوت وهيت شوت. بس هو بيموت بسرعة انا ملاحظ برضه لان هو ليفل واطي فشخ تقريبا 44. لا تصدق مش واطي. يلا موت يلا ورايا يا حبيبي. يلا موقعنا الرسمي فوق هنا على فكرة. ياه بجد ياه. تعال نطلع مكاننا الرسمي اللي ان شاء الله هنعيش فيه طول السلسلة. هو مش مكان استراتيجي من ناحية موارد وكل ده، لأ بس مكان فلات كده وحلو وتقدر تعمل فيه قاعدة كبيرة وتقفل المكان ده كله يبقى باسمك.
وقدامه ميه، يعني لو حبيت تشرب. طب انا مش بتكلم مع الناس، عيب. وفي حشرات بالهبل، فتقدر تجيب ايه كايتين بالهبل عشان تقدر تصنع السدل بتاع بيترادون كده ولا حاجه. فتعال بقى بترودين انت نشوفك انت ليفل كام، ممكن نعرف نروضك ولا حاجه. ان انا عارف ده صعب. ليفلك كام؟ 36. لا 36 ما يلزمنيش. طيب تعالوا بقى ايه بقى، بما ان احنا قاعدين هنا فتعالوا نشوف. هنا في طبعا السناجب ديت اللي لها بيوتها تقريبا، فانا عايز انزل تحت. واحلى حاجه بقى، اوبس 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 ربيتك علي ربيتك علي. طب ايه، مفيش حاجه ازود بيها هيلث؟ ايه دي؟ حاول. لا طب استنى يا جماعه، بس ما هي لي يرجع تاني، ارجع لكم تاني. نزل دروب هنا فتعالى ناخده كده. ايه ده؟ يعني ايه ليفل 60؟ يعني ايه؟ يعني وانا عشان فلاح مش عارف اخدك؟ ماشي ضاع عليا الدروب ده، مش هينفع ناخده بسبب ان انا ليفلي او طعم يعني 60. ماشي تعالوا بقى اسمه ايه ده، نبني حته كده. لا ولا بصوا، تعالوا نبني بيت كده على السريع، حاجه كده على السريع السريع. استنوا خلينا نجيب شويه خشب كده بسرعه، حاجات كده. رجعت لكم تاني اهوت، خلينا نبدا بقى كده مع بعض. ماشي انا قعدت اجمع شويه وصنعت الحاجات اللي بالهبل ديت، فتعالوا بقى ايه نبدا كده مع بعض، لان انا الصراحه قرفت. وبقى صحيح نسيت اقول لكم، انا قلت ايه بقى كده، ايه يخرب بيتك. لا 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 استنى 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 استنى, استنى, استنى. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ يخرب بيتك يخرب بيتك. استنى يا عم استنى يا عم، ده هو يا عم بتاع باص، مش عايز ابني انا، ابعد عني. يا نهار اسود، ده مخالب يا اخوان، ده اعمل له ايه ده؟ يا نهار ابيض. طب بص، انا جات لي فكره جات لي فكره جات لي فكره جات لي فكره يا رب الحق اعملها. صنع لي سرير، تعالى يا عم السرير بسرعه يا سرير، انت وراك بطيء ليه كده؟ بس خمسه هو انا بعمل ايه؟ كنت متخيل ايه انا؟ هو مش انا حاطط سرير هنا تقريبا؟ في سرير هنا، ما تقولش ده كسر السرير؟ طب اوصل واجيب موارد. ادينا رجعنا تاني. طيب يا جماعه ادينا رجعنا تاني اهوت، ف مش بس الاستراكشر ديت ايه اللي حصل لها، دمجت شويه والسير طبعا اتفشخ اللي كان هنا، ف نصلح لنا واحد تاني. صلح لنا واحد تاني. دوس لي هنا بقى ودوس لي هنا. لا مش من هنا، فين ال الحمد لله كل حاجه موجوده. طبعا انا لما جيت ما لقيتوش، فقلت اخد حاجتي يعني اكيد مش هقعد استناه. ف انا نسيت حوار الزفت ده. حط لي واحد هنا، يلا امشي امشي. واحد هنا بس خلاص كده، مش عايزين تاني. هات لي بقى الحيطان، حيطه كده حيطه كده كده كده. هي كده بص لورا ولا بص لقدام ولا بص؟ كده بص لورا صح. احنا كده اهو. انا طبعا مش شايف اي حاجه، فانا هبقى اعلي لكم البرايتنس من عندكم، لان انا فعلا انا اتحولت. فانا المفروض هنا في حاجه في السيتنج. هات لي بقى السقف.
نبني بقى السقف ده كده. لا بص سيبلي الحتة دي مفتوحة، هنبقى نطلع السطح منها، هبقى ابني لها سلم بعدين بس مش دلوقتي عشان معناش موارد يعني كافي تكفي لهذا كل ده. او استنى ممكن، انا مش فاهم ليه كل حاجة مفتوحة كده لغاية دلوقتي، ما انا فتحت حاجة في اعدادات السيرفر بالغلط بوظت الدنيا ولا ايه؟ وليه ليه كل الانجرامز متعلمها يعني؟ ده سلم اعمل منه تلاتة، هات تلاتة، هات تلاتة، هات اربعة. بس انا اكيد عاوز واحد من هنا. كيو 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 يا رب ارحمني، اعمل لي واحد كده واحد كده بس. هو انا معايا واحد زيادة ولا ايه؟ طب الباب فين؟ الباب هنا، بعمل لي مدخل من هنا كده. انا كنت عامل كام صور هنا؟ راحوا فين؟ هنا عملت 13 تقريبا، حط لي بقى صور هنا بس كده. ده ديكور ديكور، هي الدنيا ضلمة وانا عارف ان احنا مش شايفين اي حاجة، انا قلت كده ايه ابني على السريع، والله ما شايف حاجة. ايه يا جدع في الشعلة يا علي؟ يا علي مش في اختراع اسمه نار؟ اخترعوه والله بس انت نايم. لا بس اتحذفت وجميلة. دوست بقى كده تاني بقى، صنع لي شعلتين زيها، زدنا ليفل، حطولي في الهيلث يا ابني. معلش بس انا بحب ايه انور الحتة. هاتلي رقم 6 يا ابني، يلا هنخطط للبيت كده من هنا. دي تبقى كده كده ماشي. هنا بقى ايه؟ كده 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 ما عادش معايا خلاص بح. هاتلي بقى ديت. طب حلو ان انا معايا باب زيادة. هاتلي بقى اسمها ايه الدور. حطيلي بيبان على المكان كله بس. هنا بقى هيكون الاستوريج عامة، فتعالوا نجيب معايا 6. لا انا مش قصدي احطك فين، حطي نار بقى وخلاص ما يجراش حاجة يعني. ده كل الخطط متعقد. لا 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 انا شكلي خريت حاجة فعلا. طيب هات لي بقى السرير، حط لي السرير دوت. حط لي السرير في اي حتة، ده كده كده هيتغير. فانا جات لي فكرة، لان كده كده السرير ده هيتغير، فده ارمولي بعيد كده شوية عشان نغيره بعد كده في المستقبل. فبس تعالوا بقى ندخل من هنا بس. يلا اعتقد كده نكتفي كفاية اوي كده النهاردة ولا ايه؟ بس خلاص انا معايا شوية مورد زيادة. تعالى ناخد صندوق، نحط مثلا ايه صندوق المدخل. لا ولا بص نحط الصندوق بره كده، ايه يعني ما تفهمش فايدته ايه في الحياة بس حطه خلاص. لو سمحت. لا خلاص انا مش عايز ابني انا. خلاص يا ابني اعملها ازاي دي؟ خلاص يا حبيبي خلاص. نفتح بقى الشيست، نزل لي كل الحاجات ديت اللي ملهاش لازمه. خلاص ننهي بقى الحلقه لان احنا طولنا كده، واظن كده كفايه قوي النهارده. ان شاء الله بقى في الحلقه الجايه هغير البيت ده كله، والحلقه هنطوره يعني، قصدي هنلف هنطور الخشب اقوى. وان شاء الله ترانادون، وبصوا هنربط كام ديناصور كده ونظبط الدنيا ونفهم اللعبه فيها ايه. واظن كده انا اعتقد كده خلاص نكون وصلنا لنهايه الفيديو، لان ما عادش في حاجه تانية لان الحلقه كده هتطول. وشكرا لكم ان انتم اتفرجتوا لغايه دلوقتي، وطبعا ما تنساش تشترك في القناه وتدوس زر اللايك لان احنا عايزين نوصل 6000 وان شاء الله او 5000 لا مؤاخذه، عايزين نوصل 5000. ف يلا مع السلامه.